تقي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أفضل الأزكياء السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيام السلام عليك السلام بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا عليه وسلموا تسليما صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه الرحمن الرحيم الله أبدأ الإملاء بسم الذات العليا صلى الله عليه خيرا فإن البركات على ما أنا له وأولى صلى الله عليه وأثني بحمد موارده سائغة هنية مبتدئا من شكر الجميل مطايا صلى الله عليه وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه المنتقل في الغرار الكريمة والجبال صلى الله عليه وأستمح الله تعالى رضوانا يحس لقرة الطاهرة النبوية صلى الله عليه ويعم الصحابة والأتباع وموالاه صلى الله عليه وأستجد هداية لسلوك سبل الواضحة الجلية صلى الله عليه وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه صلى الله عليه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا صلى الله عليه نادما من النجم الشريف عدا حل المسامع بأحلى صلى الله عليه وأستعين بحول الله تعالى وقوة
ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يؤتم الارتقاء له الله تعالى إلى الحرم المحضر بفحما حما لمرة بن كعب بن لؤي بن طالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية صلى الله عليه مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن النسبية صلى الله عليه إلى الذبيح إسماعيل نسبته إن به من عقد تألق كواكبه الدرية صلى الله عليه وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسم صلي على سيدنا واغفر لنا الخطايا واغفر
وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. عبدر اللهم قبره الكريم بعرف شادي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة به المحمدية صلى الله عليه وإظهاره جسما وروحا بسورته ومعناه صلى الله عليه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية صلى الله عليه وخصها القريب المجيب بأن تكون أما للمصطفى صلى الله عليه ونودي في السماوات والأرض بحمد هذه أنواره الذاتية صلى الله عليه وصفى كل صب لهبوب نسيم سبا صلى الله عليه وانشأت الأرض بعد طول جذبها من النبات وله سندسية صلى الله عليه وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني بحمله كل دابة لقريش بفصاح الأسل العربية صلى الله عليه وحرت الأسرة والأسلام على الوجوه والأفواه سرورك سحميا صلى الله عليه وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتهت الكهانة ورهبة الرهبانية صلى الله عليه ولهج بحضره كل حبر خبير وفي علا حسنه قد حملت بسيد العالمين وخير البريه صلى الله عليه وسميه ذا دعوته محمدا لانه ستحمد قربا صلى الله عليه عبد اللهم قبره الكريم بعرف ارشاده من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الرابع على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله صلى الله عليه وكان قد تتأسى بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سليما يعلمون سقما وستوى صلى الله عليه ولم ما دم من حمله الراجع تسعة أشهر قمرية صلى الله عليه وآل للسلام
الزمان أن ينجلي عنه شرًا في نسوة من الحضيرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سلام صلى الله Yeah.
تعالى ويرضى لرضاه
حمارا بعد الملوك إليه أهدى من الجوع وطلع وذي من فادح الخسائن الأرضية صلى الله عليه وتكون له ذابا الشعب ويؤلم أهل البن وينزح ولا يكون إلا هم بيضا وهنا وقف بنا جوال البد البياني صلى الله عليه وبلغ وضاعل الإمام نسأل السواد والأضواء قلبية وادهق لنا من الآمان ما بك ظننا واضم بينا كل مضل إمة وبلية ولا تجعلنا من الممن لنا من عجل يقين قطبا دانية جنية ودموا أمعنا كل ذنب جنينا وتنظر لكل من عيبه وجواز رويه وتسهل لنا من حصول الاعمال مع الجدره وتغفر سواك كنا اللهم يا اللهم انك جعلنا لكل سائل مقام فيك رجاء وغزلناك رجينا مواهبك الدنيا فاكر لنا ما يوم وجره اللهم اجعل هذه البلد والسائر بلاد الاسلام امنه الرقيه واسقنا غدا يوم وزياب وزمز بسبب ومنتبه فاغفر له البعد من غرمك ونجاه والامنيه واجعل مع المقربين مهجن وسمنا وانظر له عيبا وجواز رويا والكاتب القارية ومن السوق لا يجمعه واسبوه اللهم وسل وسلم على اول قابل للدجال من الحقيقة القلية وعلى اله وصحبه ومن نصره وواله فسنبت الآذان مهوز بدر مقرد الجوهرية وتعلى صدور المحافل المنيبة العقود هنا وابدل الصلاة وأتم تسليما على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دعانا يا حرمة النبي محمد استجب دعانا مولانا يا مولانا محمد استجب دعانا. بسم الله الرحمن الرحيم سبيل المصلين وعلى آله وصحبه أجمعين أمان. Yang terhormat Bapak Guru Haji Ali Sadikin beserta seluruh jajaran tamunya, Forum RT RW Tangga Mutar undangan wakil khusus keluarga besar Bapak Supardi dan Ibu serta keluarga besar Bapak Toirin Ibu Diastuti, alhamdulillah. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada dalu puniki kula serencang saking marhabanaken putrinipun Bapak Toirin Ibu Diastuti, mudah-mudahan diberikan selalu ganjaran kedua kalinya salawat dan salam. Allah selalu melibatkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Para bapak, para ibu, Ibu Diastuti sareng Bapak Toirin dipercaya malih dumateng Gusti Allah disukani apalare disukani kecil diberikan anak yang kedua, diberikan kepercayaan Allah, titipan anak yang kedua disukani nami, diberi nama Hera Dwi Jasi, ya tak Jasi dah, macam orang Hera Dwi Jasi, Ibu Diastuti, kalian Bapak Toirin, sepina mali, nyukani anake sing uspirang tina putih, uspatang puluh tina lu ya. Disukai nami Hera Dwi Jasi, mudah-mudahan anak yang dimahabankan tadi dijadikan anak yang soleha, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bisa mengangkat derajat orang tuanya, berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Oke saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kulakhiri, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru Supri, mangga para bapak diawali karo Pak Guru, mangga Pak RT, Pak Lurah,